شركات من مختلف أنحاء العالم شاركت في معرض التجهيزات الداخلية للطائرات في دبي، من كراسي الطائرات الفارهة على الدرجة الأولى إلى تلك السياحية، ومن أنظمة الترفيه الضخمة إلى التي توفر الإنترنت السريع في الجو، وصولاً إلى أزياء طاقم الطائرة. كلها تجهيزات مبتكرة قادرة على إحداث فرق في قطاع الطيران، سواء بالنسبة للشركات أو حتى للأفراد. هذا المقعد على سبيل المثال يعد من الأكثر تطوراً وراحة، إذ جاء بعد سنوات من البحوث والتطوير. ابتكرنا مادة تضيف المزيد من الراحة للمسافر لفترات أطول، كما أنها تتميز بوزنها الخفيف، إذ تقلل الوزن بنسبة 30%، وهذا يعني أن شركة الطيران ستوفر 30,000 لتر من الوقود سنوياً، وهذا بالطبع يقلل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وبالتالي يفيد البيئة. أما هذا الجهاز الذي يدعى بلو بوكس، فباستطاعته توفير مكتبة ضخمة من الأفلام والأغاني والمطبوعات للمسافرين على متن الطائرة مباشرة على أجهزتهم المحمولة. إنه جهاز لاسلكي لبث المحتوى ولا يتطلب أي تعديل على الطائرات كي يعمل. كل ما ينبغي على المسافرين فعله الاتصال به من خلال أجهزتهم الذكية، وسيتمكنون من مشاهدة مكتبة ضخمة من الأفلام والبرامج والاستماع للموسيقى وقراءة المجلات أو الكتب وحتى التسوق. المشاركون في المعرض قالوا إن الناقلات الإماراتية تتقدم مسيرة الابتكار بهدف تأمين راحة المسافرين وتعزيز تجربتهم. ومن المتوقع أن يصل حجم التجهيزات الداخلية للطائرات إلى نحو 29 مليار دولار بحلول عام 2021، بنمو يبلغ 11% سنوياً. محمد عنتر، سكاي نيوز عربية، دبي.